يحرص اليمنيون خلال المناسبات الدينية على إبراز مظاهر الفرحة والبهجة من خلال التمسك بالعادات والتقاليد المرتبطة بهذه المناسبات. ففي مدينة عدن جنوب البلاد يحرص الأهالي على أداء العبادات وصلة الأرحام وشراء الحلويات والملابس الجديدة. تبدأ فرحة العيد في مدينة عدن قبل وصوله، وجرت العادة الشعبية أن تمتلئ الأسواق بالزوار لشراء ملابس العيد وزينته وفق ما هو متاح من إمكانيات بسبب الظروف الاقتصادية ولعدن طابعها الخاص، حيث ينعكس جمال العيد على ملامح المدينة ومحيى الساكنين فيها منذ اللحظات الأولى لأداء صلاة العيد في المساجد الكبيرة والملاعب القريبة من الأحياء، ويتبادل المصلون التهاني ثم يذهبون للتجمعات العائلية. بالنسبة لنا اليمنيين، نحن لنا عادة وتقاليد بعد صلاة العيد، واللي هي أول شيء زيارة الأقارب والأهل والسلام والتحية بين نحن والبين، ثم بعد كذلك نستحب الأطفال لزيارة المنتزهات والحدائق. هذا ما يتم في بعد صلاة العيد. ولا تكتمل فرحة العيد دون وجبة الزربيان العدني، الذي يعد من أشهر المأكولات المرافقة للمناسبات والتجمعات العائلية اليمنية بالعيد. ومن مظاهر العيد في المدينة إطلاق الألعاب النارية وخروج الأطفال لتقديم التهاني لجيرانهم بالعيد السعيد وهم يرتدون ملابسهم الجديدة. للعيد في عدن طعم ونكهة مختلفة جدا، وهذه النكهة لا تكتمل إلا بلمة الأهل والتجمعات على وجبة الغداء والسمرات والجلسات. طبعا لا يستطيع أن يفهم هذه الطقوس والعادات إلا من يحضرها، ونحن دائما نجتمع في العيد. مهما اشتدت الأزمات الاقتصادية، لا يتنازل أهالي عدن عن فرحة العيد، بل يصنعوها بإمكانياتهم الخاصة. نور سريب لتلفزيون مملكة البحرين، عدن.